قررنا نديروا سيارات نقل المرضى من الجلفة إلى البوليدة، لكن هذا أكثر الأشياء اللي كان يحتاجها المريض هنا في الجلفة. مع الوقت درنا 3 سيارات ونقلوا المرضى بشكل 4 رحلات في الأسبوع. لقينا بلي كانت إشكالية أخرى بالنسبة للمرضى تاعنا، اللي هي الإيواء. يروح المريض ثم البوليدة ما يلقاش وين يبات، ومرات يحتاج علاج يومي بشكل يومي. قررنا باش نبنوا دار، مشروع دار، والحمد لله قومنا بها في 2011. درنا الحملة تاعنا وقدرنا نبنوها، و2015 تم تدشينها بصفة رسمية من طرف وزير الصحة.